انا دكتور احمد المجدي، استشاري قلب فقد القلب ومدير تدريب زمالة القلب وزمالة قسطرة القلب. من احد المهام اللي اتشرف بيها ان احنا بنعلم المرضى، بنديهم باك جراوندز وبعض التفاصيل عن الازمات القلبيه. الازمات القلبيه حاليا بقت منتشره بشكل كبير جدا ما بين الشباب والكبار والرجال والسيدات. الريسك فاكتورز اللي هي عوامل الخطوره عالية جدا في مصر، من ضمنها ما زال في مدخنين والناس ما يعرفوش الكوليسترول بتاعهم قد ايه، وضغط الدم مش كنترولد، السكر عالي، وبالتالي الهارت اتاكس ما زالت عالية جدا موجودة. انا مهمتي باعتباري في جمعية القلب المصرية وفي معهد القلب والزمالة ان احنا دايما بنوصل للمريض في الاماكن المختلفة، وان احنا بنديوكيت المريض، بنعلم المريض عن اعراض المرض، ازاي يطلب المساعده، وازاي اهميه اللي هو يستمر في العلاج والمتابعه. لما بتعلم المريض ويبقى في باك جراوند، ده مهم قوي في الهارت اتاك، لان الهارت اتاك دي او الازمات القلبيه الوقت بالنسبه لنا كروشيال، فيري امبورتنت، مهم جدا، اللي هو المريض من اول ما يشتكي بالوجع اللي في صدره بيحصل لغايه لما يجي المستشفى، احنا محتاجين ان ده يكون ما يزيدش عن ساعتين، لازم نكون المريض وصل المكان مجهز فيه قسطره، ونفتح نعمل قسطره قلبيه عاجله، ونفتح الشريان، وفي نفس الوقت نكون بدانا له الادويه اللي بتذيب الجلطه وبتوسع الشرايين او بتعمل اذابه للتجلط على الشرايين. وبالتالي لما يكون المريض احنا واقاربه عن طريق الميديا وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بنقدر نعرفهم اعراض المرض، فالمريض ما يتاخرش في طلب المساعده. التايم هنا بالنسبه لنا هو حياه بالنسبه للمريض. الحاجه الثانيه بنعرفه كمان انه مش مجرد المريض عملنا له قسطره وفتحنا له الشرايين اللي هو الموضوع انتهى، لا، احنا كمان بنعلمه ازاي يتغلب على عوامل الخطوره اللي عنده، من ضمنها علاج الضغط، علاج السكر، ان هو يتوقف عن التدخين، الوزن الزياده، ازاي يعمل رياضه، الاستمرار في العلاج ازاي يستمر عليه، وازاي يكون متابع مع الطبيب. احنا عندنا عيادات في معهد القلب بتستقبل حوالي 3000 مريض في اليوم، وجزء من المهمه بتاعتنا ان مش مجرد نكتب لهم العلاج، احنا كمان بنفهمهم اعراض المرض، نفهمهم برضو اذا كان هيعمل قسطره قلبيه نقول لهم فوائدها وايه اللي الاجراء هيتعمل فيه، لان هو المرض بنعالجه عن طريق الادويه وعن طريق برضو التعاون مع والعمليات طبعا، ولكن كمان التعاون مع المرضى، لأن هم المستقبل للخدمات اللي بنقدمها. شكراً.